كان يحطوا خرز الزرع. اول شيء كان في كيف كانوا بالصيف بالشتاء يدفوا البيت، بكل بيت كان فيه كانوا يشربوا أرجيلة، مظبوط، ومشان الأرجيلة لازم فحم، وكيف بيساووا؟ بيسخنوا الفحم بمؤدة، بالمؤدة بيحطوا الفحم وبيحرقوه، بعدين بياخدوا النار وبيحطوها على الأرجيلة وبيدخنوا على نفس المؤدة. لو كان خايفين من عين رع كانوا يجيبوا بخور، كان يحرقوا البخور. هاي أولا. ثانيا كانوا يحطوا خرزة زرقاء على الولد، والأوقات مع الخرزة الزرقاء يحطوا شبة، فكان هاي أحسن دواء نجد عين رع. وكان في كثير كلمات اوقات يستعملوها ضد عين رع، مثلا اذا وقعت سكينه على الارض يقولوا دستور من خاطرك، هاي نجد عين رع. كان في بيتعب بين ولشمور على يولد. لما خلى الولد كان مات يحطوا له خرزه زرقاء، وكان حطوا له ورقه الشميره. لو كنت شميرة يعني فيها بسوكيم من التناخ ومع التوراة وكبالة ويلي بدي، كان لك الولد. بعدين المرأة ما كانت تطلع 40 يوم البيت، كان شميرة كمان على اليولادة للصبي أكثر، لصبي 40 يوم، للمرأة للبنت أقل. وكانوا يديروا كتير بالهم على الولد، يعني ما بيخلوه لوحده، بجمع للبغيت، بعد البغيت ميلا كانوا يخففوا شوي. لما كانوا يتجوزوا كانوا لما العريس والعروس يفوتوا اولا على البيت كانوا يطيروا حمام، وكانوا يحطوا على الباب المشكوف، كانوا يحطوا عجينه مع 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 شوكولا ومع وزيت رز، يحطوا العجينة على الباب تحت المزوزة، وكانوا يقولوا هيدا من هاج البريختة. شو يعني بريختة؟ برخاء للبيت، خمسة نجد عين رع لإيدين، وكمان يحطوا يزتوا مصاري هيك انه البيت يكون غني، خمسة تما حدا يطلع المرأة اللي بتحط، تما حدا يطلع بجوزة عين رع وإلى آخره. كان في كثير من هاي. نحن كتبنا الكتاب عن كتبنا كم شابيتر على كم فصل عن يهود لبنان، مشان الكتاب اللي راح يطلع الجاي هو عن يهود لبنان، كتبنا هذا المنهاج بالكتاب البريختة. بس لما منفتش وين اجت البريختة، اكتشفت انه هذا المنهاج قاعد عند النصارى والإسلام والدروز بلبنان، كلهم بيساووا ذات المنهاج. بقى من وين أصله هذا المنهاج ما بعرف، بس عند غير يهود ما في هذا المنهاج.